السلام عليكم حباباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وراني رجعت لكم بكم ما وعدتكم في الفيديو السابق اني راح نعمل لكم الجزء الثاني ونشارك معكم اي حاجه شريتها في هذاك النهار. هناكم راكم تشوفوا حاجه تتقال خليتهم هنا عند الباب، راني عاده وين دخلت هنا والباقي راه في الكوزينه. بعد نشارك معكم بصح قبل هذا الشيء نمشي نشرب واحد الهيوانه وبنياتي نقعد بها راسي، ومن بعد ان شاء الله راح نشارك معكم المشتريات. اوكي البنات، بسم الله على بركه الله نبداو. واش شريت ولا نوريكم واش شريت؟ هذه هي. نبداو باول حاجه واللي هي اللي كانت من اخر مشترياتي، يعني مي جيت داخله للدار فت عن الفارماسي الحدايا، هو الرايت ايد فارماسي معروف هنا في امريكا. كان عامل ماشي بزاف تخفيضات. المهم انا شريت من عنده فقط الشوكولا فيرورو روشي، كما راكم تشوفوا كان عامل فيها، يعني في طولي تشري وحده تجيب 2 3 دولار للوحده، يعني زوج جاوني ب 6 دولار عكس لي ستور واحد اخرين اللي كنت فتت عندهم في هذاك النهار جبرتهم يبيعوها وحده ب 6 دولار. وبيان سور ضروري يكون عندك اشتراك معاهم باش يكون عندك هذاك التخفيض، اشتراك اما بالتليفون ديالك نيميرو دو تليفون ولا بديك لاكارت اللي يعطيوها لنا فري، يعني ماشي حاجه تاع لا بونك ولا لا لا. انا مثلا ببرانسك الاشتراك معاهم يكون فقط بالرقم تاع التليفون ديالي، لانه البنات انا كما قلت لكم في بدايه الفيديو ولا الفيديو اللي فات اني ياس في الجزء الاول اني مشيت فقط المحلات اللي قدام داري هنا في البلاك فرايداي. المهم كانت هذه الشوكولا انا من عشاقها، جبت هذه الشوكولا ونمشي نشوفوا باقي المشتريات. دورك نمشي الى مشترياتي من مايسيس. واش شريت من عندهم؟ شريت برك هذه اللي نوضع فيها الحليب ولا القهوة كما تحبوا، والسكرية، السكرية يعني اللي نوضعوا فيها السكر. الماركة هذه يعني نشريها بزاف مؤخرا، هذه نفسها نفس اللي تنباع عند بلنتل نفس الماركة، وحتى الثمن البنات كيف كيف، يعني السكرية ب 2.99 والأخرى ب 5.99. لا مارك هي ستلامبوري، هذه هي لا مارك مليحة البنات شريوها وما تندموش. برك بلنتل كانوا مؤخرا كما يجيبوا السكرية ما يجيبوش الغلاقة ديالها، ظني تتهرس لهم هذا ما كان. وميسس في يعني لقيتها، هذه هي لا مارك اللي نقرب لكم. يعني البنات هايله وعجبتني، يعني صغيره تاع كل يوم. هذا هو البرايس. واش شريت ثاني؟ بس باغي نخلي لتالي. مشيت تي جي ماكس، فوالا نوريكم شريت من عندهم. اوكي شريت القهوه هذه، القهوه البنات اللي ساكنين هنا راها عندهم غير ب 3 دولار 250، راه عندهم هادي ب 3 دولار، لا عندهم ب 2 دولار 3 دولار، راهم عاملين سولد فيها بزاف بزاف. هادي اول مره راح نشرب هادي الماركه صراحه. دوك نسيها. وشريت هذا، عجبني بزاف بزاف، وما عنديش هذا الموديل كبير، شريته ب 5 دولار ونص في كليرنس. هادو الاشياء البنات ما فيهمش بلاك فرايداي، هادو الثمن ديالهم العادي يعني تسائل ليا ماشي بلاك فرايداي باسكو ما عملوش فيهم. شريت هذه دوك نوريها لكم، عجبتني هذه لابوط المكياج. وشريت من تي جي ماكس، شريت هذه اللي كانت خاصتني البنات، فوالا غادي نحطها هنا فوالا. عديدة الاستعمال، الفخوماج بزاف بزاف بزاف. هذه نفضل تاع الرخام، نفضلها على تاع اللوح، لانه تاع اللوح راكم عارفين يرفدوا البكتيريا وتغسليها وتعاودي وتحكي بالليم بالليم. نفضل انا تاع الرخام احسن، عمليه وصحيه، تغسليها وخلاص. يعني شحال خلصتها؟ خلصتها ب 14.99 15 دولار، والكبيره عليها ب 20 دولار. انا عجبتني هذه الصراحه، وكاينين واحد اخرين صغار عليها. هذا واش عبيت من تي جي ماكس، وعبيت هذه لابواط المكياج. الوغ المكياج راه عندهم في تي جي ماكس ويجيبوه رخيص رخيص بزاف، تاع لي باليت بزاف، يعني ما شاء الله ما شاء الله تي جي ماكس يجيبوا صوالح شابين ورخاص. هنا قربت لكم شويه الاضاءه، سمحوا لي راها ناقصه. هذه لا باليت بيان سور ماشي تاع كل يوم، يعني الالوان اللي فيها كما راكم تشوفوا بريون، يعني تاع المناسبات الافراح اي مناسبه ماشي تاع كل يوم. الثمن هو 7.99 دولار، لكن في محلات اخرى البنات تلقاو الثمن ديالها الضعف، يعني هادو ما فيهمش تخفيض. اوكي هذا واش عبيت من تي جي ماكس. نمشيو لبست باي. بست باي هي اللي معروفه في بلاك فرايداي، هنا الحاجه اللي تبيع الكترونيك ولا الكتروميناجي هما اللي يعملوا السولد بزاف، لكن ما عملوش
الصود بزاف نقولكم واش اللي عملوا فيهم. عملوا برك في التلفزيون انا هذا هو شفت وعملوا ولا في هادو في الفلاش ديسك اللي كارت ميموار فوالا هادو لي ديسك. كما هادي خلصتها هادي 64 خلصتها برك ب يا ربي شحال خلصتها تفكرت هادي خلصتها ب 8 دولار البنات. شوفوا فيها 64 جيجا يعني تخفيض بزاف بزاف كانوا عاملينها فيها. وهادي تاع 32 جيجا خلصتها ب 5 دولار ولا 5 دولار فوالا عبيتها ب 5 دولار 5 دولار. وهذه فلاش ديسك 64 جيجا عبيتها ب 6 دولار كانوا هادو عاملين فيهم تخفيضات برك هادو ولا لي تيليفزيون. هادي كانت خاصتني التليفون ديالي دي فوا منصور به ولا دي فيديو ولا باسكو دي فوا بالبورتاب ودي فوا بالكاميرا. هادي خلصتها 15 دولار من عندهم راح نحلها معاكم 15 دولار يعني الثمن ديالها اصلي هادي ما فيهاش تخفيض. راني حليتها شوفوا واش نجي فيها نشوف هاي لا سوليد ولا لا لا صافا مليحه سالاش ايه هذا يطلع فوالا البنات شوفوا من ركبتها يعني هذا يطوال مازال باقي شويه لتحت. هذا هنا فيه فوالا اوكي سنا نزيرها نش مزيرتها تقدري هكذا كذلك ترفديها ولا كوموند مي تحبي تصوري ولا تاكتيفي الفيديو تعمسي هنا. صراحه مليحه عجبتني فوالا وينحط مام تقدري تستعملي مام هادي بوحدها تحطي التليفون ديالك يعني بلا ستاند هذا هادي بوحدها برك تقدري تستعمليها. شوفوا او مع معها فوالا هادي تاع الكاميرات يعني مام الكاميرا وتركب فيها اما الكاميرا اما البورتابل هادي هي. وعبيت هادي خلصتها بربعة دولار. هادي البنات مي تحبي تصوري في البورتاب ديالك تلصقيها شوفوا البنات كيفاش تلصق هكذا تبتيها على التليفون ديالك وتعطيك واحد الاضاءه في لي فوتو ديالك. شوفوا البنات عجبتني عمليه ورخيصه برك بربعة دولار. هادي حاطي لي حتى الشارجر معاها هادي رخيصه البنات 4 دولار هذا مكان رخيصه هنا نورمالمون باش تشارجيها. فوالا شوفوا البنات تشارجها بالضو باسكو هنا النيو تشارجيوها بالضو وتتمشى ها اوكي البنات شوفوا عجبتني دوك نوري لكم حاجه فوالا هادي غير ماشي بورتاب مهرس البنات هادي اللي راني حطيتها الفوق باش تحمي لي الزاجه هي اللي راه فيها مضروبه شويه ما البورتاب لا ما فيه والو. اوكي حاجه اللي عجبتني البنات ها هو ده هنا تاع عمسو والنيون فيه ثلاثة تاع الدرجات في هذه الدرجة وفي هذه الموين وفي هذا القوي يعني فيه ثلاثة درجات تاع النيون وتخرج لكم لي فوتو هايلين. شوفوا البنات شوفوا البنات ما شاء الله الإضاءة اللي تمدها. وداك نمشيو نحلو هادو اللي راهم باقيين إن شاء الله. فوالا البنات هذا هو الميكروويف أوفن يعني ميكروويف وفي نفس الوقت اوفن يعني فرن. هذه هي الميزه اللي عجبتني بزاف بزاف فيه. شريت لامارك ال جي ولا جي ال جي فوالا فوالا نحلوه مع بعضياتنا الباك هنا يجي زاجه البنات فوالا شوفوا ينحل من هنا صراحة عجبني بزاف فوالا بلي واضعين فيه هنا فوالا البنات شوفوا كيفاش عامل من الداخل كبير ما شاء الله والله لا كبير وعجبني ما شاء الله. البنات تزيدو تنقصو اونتري كلين يعني ينقي نفسو هذه حاجة شابة حاجة فيه مليحة اوبسيون يعني ينقي بوحدو راسو لراسو هذه هي. وحاجه واحده اخرى هنا البنات كما راكم تشوفوا سمارت ورسم لي التليفون يعني دوك من بعد نقرا داك الكتاب اللي جا معاه ونعرف واش لوغلاسيون تاع التليفون فيه لانه انا القديم اللي كان عندي نورمال ما فيش لي زوبسيون عادي وهذا صراحه فيه كامل لي زوبسيون ويعني ما شاء الله شوفوا ما شاء الله
يعني صراحه البنات يستاهل البرايس ديالو. هذا ما كانش فيه تخفيض كما قلت لكم، الثمن ديالو الاصلي ديجا كنت شايفاته من قبل، ما كانوش عاملين فيهم بلاك فرايداي ديك الخضره. ومن دخلت المواقع يعني شفت ما كانش فرق كبير بينه وبين المحلات واحد اخرين، بوتيت هو اللي جبرته رخيص، لقيته رخيص على دي ستور واحد اخرين. وكامل اللي كانوا تم كامل رفضوا يعني الصراحه تم كامل، وكان خليت حتى العشيه كنت ما نلقاش، كان يكمل في ستوك. و بيان شوفوا البنات حاجه مليحه هنا يعني مالغي راه يطيب، يعني من ندير له الريغلاج ونحب نزيد له غير هنا ونزيد له حاجه شابه يعني غير هنا في هذا في الباب ديالو فوالا. هايدي ستوب ستار يعني فيه لي زوبسيون هايلين بزاف بزاف كما قلت، هذا تسخني فيه وطيبي فيه، لانه كاين واحد الديغوسات تاع لي موفن اللي يطيبوا في الميكروويف اوفن. ودورك راح نشارك معكم هذه اللي شريتها نوايف بريو هيلتي تيجي ديال اير فراير، يعني كما راها في الفيديو نطقتها لكم وقربت لكم باش ما نتوما تقراوها. هذه البنات عديده الاستعمال يعني الطيب بدون كما شفتوا نو اوي يعني بدون زيت، عكس اللي كانت من قبل تاع الزيت مثلا. انا يما مازالت عندها كتعطينا هذه شحال ومازال باقيه تاع تيفال ضيفي فيها معلقه تاع الزيت، هذه لا هذه عديده الاستعمال، طيبي فيها الحوت كما راكم تشوفوا، طيبوا فيها البطاطا، طيبوا فيها اللحم، طيبوا فيها الخضره، طيبوا فيها شوفوا لي جاتو، شوفوا عديده الاستعمال، طيبي فيها كلش يطيب كلش بالهواء يعني بدون زيت هيلتي يعني 100%. هذه فيها عدة ماركات، ممكن أحسن ماركة هي نينجا. نينجا لقيتها في تارجت 150 دولار، وهذه شريتها من تي جي ماكس 50 دولار. طريقة استعمال إن شاء الله راح نشاركها معكم كاش نهار في فيديو، نعمل واحد الفيديو كنت استعملتها ممكن راح نعمل ننزله لكم. شوفوا البنات يوريو لكم يعني كل حاجه شحال ابيبري لي مينوت، وبيان سور داك اللي بعتوه معكم تقراو فيه المعلومات ولا تدخلوا في اليوتيوب راه كاين بزاف فيديوهات بالانجليزيه بصح طريقه الاستعمال ديالها تقدروا تفهموا بالرغم من الانجليزيه، لانك كلمات فيها بسيطه وتشوفوا الطريقه، لانه فيها واحد السيستم ولا فيها واحد الاوبسيون هي اللي لازم تعمليها في البدايه، وهي تشغليها واحد 10 دقائق على درجه اذا ما ان شاء الله 360. مهم راح نشارك معكم هذا الشيء. الثمن ديالها كما قلت 50 دولار من تي جي ماكس، هذه بالثمن ديالها الاصلي، لان مارشال وتي جي ماكس ما يعملوش بلاك فرايداي، ما عندهمش بلاك فرايداي، الثمن ديالهم ثابت، اما يكونوا يعملوا دوك التخفيضات كما انا اللي شريتهم هذوك الولا كليرنس يعني كليرنس على العام. نمشيو لهذه شوفوا البنات فاش وضعتها ولا وين وضعتها، حطها في هذا الكورنر اللي كانت فيه الفخيدوز وحيتها لانه ما طيبش يوميا الفخيد، حيتها وجات رائعه، وضعت فيها زيت الزيتون والزيت العاديه وديك الشميعه، وهذه جات متناسقه معها حامله تاع المعلقه تاع شوفوا البنات تحسبوا شريتها معها وانا لا وهذه البنات عندها عده استعمالات، يعني وضعتها هنا النهار اللي نحب نحط فيها الديكوراسيون تاع البريكفاست في الصباح لي فخوماج، تحطوا فيها الكرواسون، تحطوا فيها كذلك مي تحبوا تزينوا كشكيكه عمليه، لانها الدور تبداو تدوروا طيبوا بها الكيكه ديالكم، يعني ماشي طيبوا الديكوراسيون تاع كاش تارت ولا، عندها بزاف تاع الاستعمالات صراحه. المهم كان هذا هو الديكور الاول، وراح نشارك معكم درك الديكور الثاني. شوفوا خليت برك هذه تاع القهوه والسكر ولا تاي، هذو حطيتهم هنا ماشي في كوفي كورنر، حطيتهم هنا قدام الغاز ولا الكويزينيير. نمشيو للشكل الثاني، هذا هو البنات الشكل الثاني، حطيت ديك الطنجره ولا الصغيره داك الطاجين جا متناسق مع الطاجين الكبير، ديك الشميعه خليتها. شوفوا البنات هذه تحطوا فيها الخواتم ديالكم، تجيو تغسلوا مواعين ولا اي شيء كما هكذا ولا بغسلي ديالك، وحطيت فيها هادو المعلقات اللي كنت شاركتهم معكم، هذه كنت شريتهم وهذه مازال حتى نشاركها معكم في واحد المشتريات راني عاملتها تاع واحد الفيديو دوك نحطو من بعد هذا الفيديو. هذيك شريتها مع واحد المشتريات واحد اخرين، برك مازال ما عملتش المونتاج. المهم حطيتهم هنا جاوا متناسقين، يعني الالوان تتماشى مع بعضياتها البعض، وصراحه عجبني هذا الشكل احسن من الشكل الاول، يعني الاول حتى هو شباب بصح هذا عجبني اكثر، واعطوني رايكم اكيد. اما بالنسبه للميكروويف البنات وضعته هنا في هذا البلان دو طرافاي ديالي كما راكم تشوفوا، يعني كنت حابه نحطه فوق فريجيدير مي صراحه لا حطيته هنا، يعني عطاني واحد المنظر شباب ويعني ونستعمله خصوصا كما قلت اوفن، يعني نحتاجه مره على مره، لانه اذا جبتو غير لانه ميكروويف اوفن، اذا جبتو غير ميكروويف ما نستعملوش انا بزاف صراحه، سخن برك لي بات ولا بصح هذا كما قلت اوفن يعني راه نحتاجه.
وصراحه شباب يعني بقالي شويه، شوفوا بقالي شويه في بلون دو طرافاي ديالي. هذه العجانه فوالا كما قلت لكم، شوفوا وضعتها هنا في هذا الكورنر هنا، استنى فوالا وضعتها في هذا الكورنر هنا لانه ما نحتاجهاش كل يوم، مره على مره برك اللي نستعملها. او شوفوا وفوق الميكروويف استغليت وضعت هذه هنا، هذه تاع لي بلا، وحطيت فوقها التوستور اللي شريتها مؤخرا شاركتها معكم، لانه البنات خفيفه خفيفه ما تعرفوش كيفاش، ما توزنش ما توزنش، خلاص خلاص ما توزنش. حطيتها هنا وتم وضعت فوالا بابي حطيته تما كذا تاع الكوزينه اللي نحتاجو دائما. وهادو من بعد ما غسلتهم البنات حطيت هنا السكريه او تاع الحليب فوالا ولا القهوة، كل واحد واش يعمل فيها. المهم هذا كان في نهار الزواج وكنت سيتو ورائع البنات، يعني ننصحكم انكم تشريو ميكروويف اوفن، وخصوصا ال جي غنيه عن التعريف، يعني ماركه معروفه، والثمن كما شفتوا معقول، يعني هذا الحجم المتوسط. وهنا كما راكم تشوفوا فيه الاضاءه حتى من الداخل، وكما قلت الميزه اللي فيه مليحه كذلك هما لي زوبسيون اللي فيه، وتاع كذلك لي اينيتواي نفسه بنفسه. هذه هي. وهنا حبيباتي يكون وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله انه يكون عجبكم وفدتوا فكره على الاثمنه واش كاين واش ما كانش، حتى اللي خارج امريكا تكون عندكم افاده، يعني مثلا تعرفوا البرايس هنا شحال ينباع وعندكم شحال ينباع، لانه تقريبا كل حاجه راها عندنا هنا راها موجوده في الجزائر. وكالعاده اذا عجبكم فيديو ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم، وكذلك انكم تتابعوني في انستغرام لاني نكون متواجده اكثر من اليوتيوب. اللي مازال ما شاركش في الانستغرام ديالي نقولها تشترك في الصفحه ديالي تاع الانستغرام. ومعلي الحين ما نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.